انا سماح العربي زيد عام زيد نهار 9/4 عام 1955 زيد في مدينة قنيطرة. انا الاصل ديالي اصلي شايد مجراقي وزيد في قنيطرة وكابر فاسفي ومسكه الفاسفي وزلت من 73 وانا كندور في المغرب وش في المغرب في اخر 89 جيت هنا للدار البيضاء مرشح سابق تزرع عليا وحقرني وخلاني مشرد حكموا عليا بالافراغ وداروا معايا حجز حجزوا لي حوايجي دابا شد لي اوراقي ما عندي لا حاله مدنيه ما عندي لا تصور امي وبو اللي كنحنتهم فيهم تا هما قلعوهم ليا عندي برقيه مع حسن الثاني بمأمي قطار الخياطه العصريه باقليم وداب تا هي قالعينها ليا شد لي كونطوار واخا خاصني لي 60 ولا 70 ولا 80 الف ريال ما نقوموش وحقرني هذا السيد وشردني. انا طاير خياط معروف انا هو الاول في ريساسفه ومعروف هنا في الخياطه معروف هنا اذا كان كذوبي صحه وجهي كان كذوبي كان كلام مكذوب يقطعوا لي راسي ويلعبوا بين اللي بغاو. دابا انا يا طالب الله انا في عار الله وفي الخوت الرجال دول المغرب الزواد دول المغرب انا في عارهم اعطوني حقين من هذا السيد اعطوني حقين من هذا السيد اعطوني حقين من هذا السيد راح قرني راه بهدلني سولوا عليا عباد الله كاملين كنعس بالزرقاء كنعس بالزباله يلا شوفوا فين كنعس كنعيش بزباله 64 عام قريب نكملها بقات لي بشهر 9/4 نكمل 64 عام خرجوا هذه شي 4 ايام هذه ولا 5 ايام باش خرجت الزرقاء دابا كيعطفوا عليا غير الناس والعاد الخيريه من طلب عاد الخيريه من طلب ماشي عيب هذا ماشي حشومه ماشي عار ماشي رحمه هذه عشان يدير ربي قطعها عليا هذا السيد اش بغى عندي اش بغى عندي هذا الشيء كنوجهه لوزير العدل بالخصوص وزير العدل